لقبين في 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 اسبوع في في حول الاسبوع تقريبا. الجماهير السلطيه كيف شفتها وانت مدير اداري؟ انسى بعيدا عن انه انت كنت اللاعب يعني اللي دائما مجتهد داخل الملعب. احنا وظيفتنا نسعدهم، احنا تمام. جينا مشان نسعدهم نرفع اسم مدينتنا فوق. تمام. اللي علينا سويناه وفرحناهم، والحلو المره هاي احنا مدينتين روحنا، واحده من اربد على السلط وواحده من عمان على السلط، ممتاز. روحنا ببطولتين مختلفات. بطوله الدوري روحنا فيها من مدينه اربد، من عروس الشمال امام الحسين اربد، مظبوط، امام العربي، توجنا امام العربي عن الحسين، عن الحسين صحيح. اربد فارق نقطتين. تمام. وتوجنا من عمان على الاهلي بطولة الكأس، والحمد لله هاي لها رمزية خاصة انه يعني السلطية استقبلوا الكأس وهو جاي من برا. جانا اول شيء روحنا، اجوا معنا فزعتنا قرايبنا، طلعوا معنا عربي، روحنا بالكأس ولقونا المهنئين مستقبلونا على مدينة السلط. ممتاز. هذا شعور لا يوصف كمدير فريق او كمشاهد، فرحة. يمكن شفت صور، شفت احداث، انت شفتها يعني. تمام. صحيح. واضحة الحمد لله. طيب. رب.